مساء الخير والسعادة والجمال عليكم جميعا. كنتمنى تكونوا بألف خير وصحة وسلامة يا رب. كنبغي نرحب بكم ألف ألف مرحبا بالناس اللي دائما حاضرين معايا. كنبغي نشكركم جزيل الشكر، الحضور ديالكم دائما، التشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم. وكذلك كنبغي نرحب بالناس الجدد اللي التحقوا بالقناة. كنتمنى يدوم دائما التواصل. اليوم كنبغي نرحب بكم في منطقة سميتها عيون أشرح. عيون أشرح اللي كتواجد في تجزيرة، هذه المنطقة اللي ما بعيدش علينا بزاف، يلا 30 كيلومتر اللي كتفصل بينها وبين بني ملال. كتميز بواحد الطبيعة ساحرة كي كتشوفوا، اللي كتميز شوية بالعذرية ديالها. كي كتشوفوا الطرقان ما مصايبينش، باقينا مناطق شوية وعرة، ولكن جميلة، والمنطقة اللي كتوصلوا لها رائعة وجذابة. كنتمنى ان شاء الله تستمتعوا بالجماليه ديال المكان. كتميز كذلك بكثره المياه، المياه المتدفقه من كل جهه. المياه رقراقه وعذبه كتخرج من بين الصخور، وهاد الصخور كي غتشوفوا كتميز بواحد التوازي عجيب ورائع المنظر. كي غنلاحظوا كذلك الماء اللي جاي مع الواد، ماء عاكر بسبب الرعود اللي كانت مؤخرا قبل يومين، وهذا ما كيمنعش اننا نستمتع بالطبيعه في جميع الالوان ديالها في جميع المواسم. دائما الطبيعه رائعه، كل وقت وكل موسم كيكون عنده السحر ديالو والجماليه ديالو. وبالرغم من ان الماء ملون بسبب الرعد، هذا ما منعش مجموعه ديال الشباب والاطفال يمارسوا الهوايه ديالهم السباحه والغطس. كذلك لقينا مجموعة ديال الشباب ديال المنطقة، هما اللي كيحرصوا على النظام هنايا، وكذلك يعطونا نصائح ومعلومات على المنطقة بالخصوص الأطفال والشباب اللي كيعوموا اللي كيمارسوا السباحة. كينبهوهم الأماكن اللي فيها الصخور باش ما يغطسوش فيها، ومشكورين على هاد المجهود ديالهم الجد طيب. كما أن هاد الشباب ديال المنطقة كيبنيو خيام مصيبه من اشياء طبيعيه باش يتظللوا فيها الناس، كيستقبلوا فيها الناس اللي كيجيو من جميع الاماكن باش يقدروا يتناولوا الوجبات ديالهم، محميين من الاشعه ديال الشمس. المهم بلا ما نطيل عليكم، فرجه ممتعه وشكرا جزيلا على حضوركم الطيب. Oh,
البلاصه هذه كانت بيت، كانت عين، فهمتيني؟ كانوا الناس تيهبطوا الماء ديريك، هابطين ديريك القوات ديريك الدوار، يعني كان لا بونت هنا هابطه كما كتشوفي الساقي، يعني هابطه ديريك ديريك على كاع الدوار كانت تسقاو. دابا راه ما بقاتش هاد البيت هادي، يعني دخلت هونيك دابا صافي. من امتى قلتي تهرس هاد البيت؟ 98 99 خساره. الحمله الاخرانيه هي اللي خرجت على الوالد دوت هاد القنطرات وكل. ومن ديك الساعة ما بقى لا ترميم لا والو؟ لا، من ديك الساعة ما بقى لا ترميم لا إصلاح لا والو. لا دابا الناس دابا في المنطقة دابا في البلاد تيبغيو يشربوا الماء، الناس البعيد بحال هكا الماء ديال لونيك تتجينا مناقصة، لأن في جافيل واش أنا عندي 50 حولي ولا 40 حولي واش غادي يمكنني نشربهم لونيك؟ ما يمكنش واقي، يعتمدوا على الويدار بتاعنا، خاصنا نعتمدوا. دابا بحال دابا الواد نص ما يمكنش دابا واحد يجيب البين ديالو ويشربوا من هنا. أنا شفت دابا واحد عنده المعزات كان جابهم واه جابهم من هنا، وراه الماء موسخ ما ناقصش شوية في الشرب، ماشي هي الماء بحال هكا يجيو الثوار ديالهم. كان مبني هنا ودايرين البلاصة فين يوردوا البهايم وكل شيء. كل شيء هنا الحمد لله، راه كما كتشوفي الحمد لله راه اجواء زوينه. لا رائعه البلاصه زوينه ما فيها ما يتناقشوا. والسلطه ديال الجزائر كنشكرهم الله بالميضه اللي تعاوني معنا مزيان الحمد لله، ولا مسؤولين ديال الجماعه. تحيه لكم حتى انتم دائما كتضلوا هنايا وكتراقبوا هذا الشيء، ربي يخليك الله يحفظك. وانا خديتي غير واحد شويه البلاد اللي حملنا زوينه شويه تكون سياحيه، نبغي تشجعوا على السياحه الداخليه. ايه بصح، وتا الناس من هنايا كي الناس لا الحمد لله راه كيجيو من طنجه حتى للجمهوريه كيجيو هنا، خصوصا الناس الاخرين كاع غازا الرباط كلهم كيعمروا. عيب شويه غاتخش عيب سير. دابا دابا والو دابا ما دابا ما ديالنا في جاك اها، ماشي بحال هذا طبيعي، ماشي طبيعي بحال هذا قديم هي بصح. ودي سيدي ما عمرك ربورا دي جوه الكيس. لا لا زوين. على اساس علم التسميه والكميه.
فهمتيني، عيب الانسان اللي يشوف السنيور كينيا بانه باش ما يجي.